السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معانا مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي الفصل الدراسي الثاني. يلا بينا مع بعض يا سنة أولى نشوف هناخد إيه النهاردة. هناخد الأشكال الهندسية ثنائية الأبعاد، وهناخد كمان المجسمات ثلاثية الأبعاد. يلا بينا زي ما احنا متعودين يا حبايبي بنبدأ بركن الرياضيات. يلا نشوف معانا ايه كده. معانا في ركن الرياضيات الساعة وإطار العشر خانات، النتيجة يوم شهر سنة، مخطط 120 والحاويات، أيام الأسبوع وشهور السنة. يلا بينا مع بعض حبايبي ناخدوا أول حاجة أيام الأسبوع. احنا عارفين يا سنة أولى إن الأسبوع كم يوم؟ 7 أيام. يلا بينا كده نشوف مع بعض: السبت، الأحد، الاثنين، الثلاثاء، الأربعاء، الخميس، الجمعة. يلا بينا نضع دائرة حوالين اليوم اللي احنا موجودين فيه النهاردة، يوم الاثنين. بعد كده يا أولاد عندي التقويم الهجري، احنا عارفين ان هو عبارة عن 12 شهرا. يلا بينا نقولهم مع بعض: محرم، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جمادى أول، جمادى ثاني، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذو القعدة، ذو الحجة. طب احنا في شهر ايه حبايبي؟ برافو، احنا في شهر رجب، بنضع دائرة ايه عليه. يلا بينا يا سنة أولى نكمل مع بعض التقويم، ولكن عندي التقويم الميلادي. التقويم الميلادي يلا بينا نشوف مع بعض كم شهر. 12 شهرا. نغني مع بعض الأغنية: يناير، فبراير، مارس، أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر، أكتوبر، نوفمبر، وآخرهم ديسمبر. طيب يا ترى احنا في شهر ايه دلوقتي؟ احنا في شهر فبراير. يلا بينا مع بعض كده نشوف النتيجة بتاعتي ونشوف احنا كام من شهر فبراير. احنا كام؟ برافو عليك، احنا 14. الموافق يوم الاثنين، يبقى 14 من شهر فبراير. يلا اولاد نشوف مخطط 120 بيبدأ من 1 الى 120، بيبدأ من جهة اليسار من اسفل. هنضع دائرة على عدد الأيام اللي ذهبنا فيها للمدرسة وهم 60 يوما. يلا بينا مع بعض حبايبي نمثل 60 يوما في إطار العشر خانات. ها الستون يعني كم عشرة؟ 6 عشرات. برافو عليك، أدي 10 20 30 40 50 60. برافو عليك يا سنة أولى. حاويات الأعداد عندي 3 خانات، أحاد، عشرات، مئات. يلا بينا نشوفهم مع بعض: أحاد، عشرات، مئات، 60 يعني 6 حزم في خانة العشرات. يلا عد معايا: 1 2 3 4 5 6. ومعايا حبيبي الوقت وتحديد الوقت المقصود بإيه؟ الساعة. يا ترى الساعة كام موجودة عندي؟ أنا عيني على العقرب القصير يشير إلى 10، والعقرب الطويل يشير إلى 12، هتبقى الساعة 10 بالضبط. معادنا أولاد مع سؤال التهيئة، بيقول لي أكمل الساعة على شكل الساعة اللي بشوفها في البيت يا أولاد أو في أي مكان بتكون على شكل دائرة. برافو، بص كده الساعة اللي قدامي دي على شكل دائرة. يلا بينا مع بعض حبايبي وبيقول لي الأشكال الهندسية. الأشكال الهندسية وبسميها ثنائية الأبعاد. طيب تعالى كده مع بعض نشوف تعريفها إيه. الأشكال الهندسية هي الأشكال التي لها طول وعرض. يبقى الأشكال أنا سميتها ثنائية الأبعاد ليه؟ ثنائية يعني ليها ليها طول وعرض، وبقدر اللي أنا أرسمها طبعا أمامي. بقدر اللي أنا أرسمها زي إيه كده؟ ممكن اللي أنا أرسمها، برافو، زي الدائرة. هي الدائرة، برافو عليك، من الأشكال ثنائية الأبعاد. وفي إيه تاني؟ المثلث. المثلث بيبقى موجود كام ضلع ليه؟ برافو عليك، 3 أضلاع. وفي إيه تاني عندي؟
برافو عليك. المربع، المربع احنا عارفين ان من اهم خصائصه او من اهم صفاته ان جميع اضلاعه ايه؟ متساوية. يلا نشوف يا أولاد مع بعض الأشكال الهندسية. أول شكل عندي ده بسميه إيه؟ بسميه دائرة. برافو عليك. يلا بينا نشوف مع بعض. عندي كمان اللي عنده ثلاثة أضلاع ده اسمه إيه؟ مثلث. واللي عنده أربعة أضلاع متساوية ده اسمه إيه؟ مربع. وده يا أولاد اسمه إيه؟ مستطيل. يلا كده نشوف مع بعض الكلمات. أول حاجة دائرة، استهجى كده معايا، دائرة. برافو. يلا نشوف الشكل اللي بعده هيتكتب إزاي. عندي مستطيل، استهج بالراحة كده واكتب، وخد بالك ان عندك حرفين قريبين من بعض في النطق او في الصوت، التاء والطاء، بيتكتبوا ايه ورا بعض، مستطيل. بعد كده عندي ايه؟ مثلث، مثلث. اخر شكل عندي مربع، مربع. وخد بالك يا ولاد لما تشوف الأشكال تفرق ما بينهم، ما بين المربع والمستطيل. المربع بيكون جميع أضلاعه إيه؟ متساوية. أما المستطيل بيكون كل ضلعين متقابلين، يعني كل ضلعين قصاد بعض بيكونوا قد بعض في الطول. يبقى فرق ما بينهم لما تجيلك الرسمة. يلا بينا مع بعض حبايبي نشوف التمارين على الدرس بتاعي. بيقول لي اكتب اسم الشكل. جايب لي اي شكل من الاشكال اللي احنا درسناها دي اللي هي ثنائيه الابعاد، وعايزني اكتب اسمها. يا ترى اسم الشكل ده ايه؟ برافو عليك، لسه واخدينه. دائره، د مد بالالف، همزه على نبره، راء تاء مربوطه. الشكل التالي هو ايه؟ مثلث، مثلث. ميم، ساء، لام، ساء. الشكل اللي بعديه ده ايه؟ مستطيل. مستطيل. لازم تركز طبعا في كلمة في الكلمة نفسها، ولازم تستهجى واحدة واحدة. ميم، سين، تاء، طاء، مد بالياء ولام. اخر شكل معايا من الاشكال ثنائية الابعاد هو المربع. يلا بينا نستهجى كده كلمة مو مو مو، مربع. ميم، راء، باء، عين. جه ميعادنا يا ولاد مع أسئلة المتفوقين اللي كلنا بنستناها عشان نجاوب عليها في التعليقات ونفوز بالجايزة. السؤال الأول بيقول لي أكمل وجه الإنسان على شكل، وجه الإنسان على شكل. يلا بينا مع بعض حبايبي ونشوف المجسمات. ميس، هي المجسمات مختلفة عن الأشكال ثنائية الأبعاد؟ طبعا. المجسمات طبعا ليها جسم بقدر ان انا ايه؟ امسكها. والمجسمات بيسلم بيسميها لي برضو ثلاثية الأبعاد. طب ليه سماها ثلاثية الأبعاد؟ عشان هي أشكال يا ميس لها طول وعرض وارتفاع. ليها ايه سنة أولى؟ طول وعرض وارتفاع، يعني ليها ثلاث حاجات لازم تكون متوفرة فيها. زي ايه؟ أنا عندي المجسمات زي المكعب، وزي الإسطوانة، وزي المخروط، وزي الكرة، وزي متوازي المستطيلات، والهرم ايه؟ الرباعي. برافو عليك. لازم تعرف تفرق طبعا بين الأشكال ثنائية الأبعاد والمجسمات ثلاثية الأبعاد. يلا كده ندرس درس شكل شكل من اللي خدناهم دلوقتي يا ولاد في المجسمات. عندي اول حاجة الشكل اللي قدامي ده بسميه ايه؟ بسميه متوازي مستطيلات. اسمع معايا الاسم تاني كده، متوازي مستطيلات. متوازي المستطيلات يا ولاد عنده اوجه بتاعته بتكون على شكل مستطيل، بتكون على شكل ايه؟ مستطيل، عشان اقدر اميزه عن المكعب. عندي ست اوجه كل وجه منهم على شكل ايه؟ مستطيل. يبقى اسمه ايه؟ يلا نستهجى مع بعض، متوازي مستطيلات. متوازي مستطيلات لانه مكون من مجموعة ايه؟ مستطيلات. برافو عليك. يلا بينا نشوف الشكل اللي بعده. دي أمثلة على متوازي المستطيلات، زي الكتاب كده بتاعك يا ولاد. بص كده على شكل الكتاب، يشبه ايه؟ متوازي المستطيلات. وزي علبة الهدايا اللي قدامي دي برضو
على شكل ايه؟ مجسم، اللي هو متوازي المستطيلات. يلا بينا مع بعض حبايبي نشوف ثاني مجسم من المجسمات اللي عندي. ده مختلف عن المجسم اللي قبل كده، ده اسمه مكعب. ده اسمه ايه يا سنة أولى؟ اسمه مكعب. يا ترى المكعب ده بيتكون من كام وجه؟ بيتكون من 6 أوجه زي ما احنا شايفين كده. ونحاول نعد كده الألوان الجميلة دي. لو عديت الألوان دي هتلاقيها 6، يبقى كل وجه على شكل إيه؟ مربع. كل وجه من الأوجه بتاعته على شكل إيه؟ مربع. يبقى المكعب بيتكون من 6 أوجه زي إيه؟ يلا بينا مع بعض كده نشوف زي إيه؟ زي المكعبات اللي قدامي اللي ماما بتجيبها لك نلعب بيها، وزي مكعبات الثلج. طبعا في كذا حاجة من الحاجات الحياتية نستطيع اللي احنا ايه نمثلها بيها. يلا نشوف المجسم اللي بعد كده عندي هو ايه؟ الاسطوانة. برافو عليك. طيب الاسطوانة دي بتتكتب ازاي؟ يلا نشوف مع بعض كده. الف سين طاء، واو مد بالالف، نون تاء مربوطة، اسطوانة. برافو. طب الاسطوانة دي ممكن اشوفها في ايه في البيت يا ولاد؟ شايف كده العلب اللي هي الكان الصفيح دي، زي الكنز كده، بتكون على شكل ايه؟ اسطوانة. وممكن كمان علب السمنة، وممكن كمان يا ولاد المج اللي قدامي ده برضو على شكل ايه؟ اسطوانة. وصلنا سنة أولى للسؤال الثاني من أسئلة المتفوقين. يا رب كده كلنا نفوز ونكون من المتفوقين. ونركز شوية في السؤال. اكتب اسم المجسم. طبعا المجسمات دي احنا لسه درسينها، وعايز اسم المجسم وإيه؟ نكتب اسم المجسم. ومستنية إجابتك في التعليقات على الفيديو. يلا نكمل مع بعضينا يا ولاد المجسمات بتاعتنا. الدور على بصي كده الشكل اللي قدامك ده يا ولاد شبه ايه؟ شبه الهرم اللي انت بتشوفه، صح كده؟ عشان كده بنسميه هرم رباعي. اسمه ايه يا ولاد؟ هرم رباعي. طيب سميناه رباعي ليه يا ولاد؟ علشان القاعدة اللي قاعد عليها دي عبارة عن مربع، او ليها 4 اضلاع كده ايه؟ مربعة. فسميناه ايه؟ هرم رباعي. هرم رباعي. برافو عليك. طيب الهرم الرباعي ده يا ولاد تعالى كده ممكن نشوفه في ايه؟ زي ما اتفقنا في الاهرامات. برافو عليك. الاهرامات عبارة عن ايه؟ هرم رباعي. ولسه مكملين درسنا مع بعض. ويلا بينا ناخد المجسم الاخر، وهو عباره عن ايه؟ ايه اللي بتتنطط قدامي دي؟ برافو عليك. الكوره اللي كلنا بنحبها بنلعب بيها طبعا. خلي بالك ان في فرق بين الكوره وبين الدائره. الدائره تعتبر شكل ثنائي الابعاد، لكن الكوره هي من المجسمات اللي هي ثلاثيه الابعاد. بنشوف الكوره دي زي ايه؟ زي ايه؟ زي البرتقاله. برافو عليك. وزي ايه؟ وزي الليمون. يلا نكمل مع بعض يا ولاد. المجسم الاخير عندنا هو مين؟ اللي انت شايفه قدامك ده بسميه مخروط. بسميه ايه؟ مخروط. ميم خاء راء واو طاء، اسمه مخروط. طب المخروط ده ممكن نشوفه في ايه؟ افتكر معايا كده المنظر ده بتشوفه فين؟ في اعياد الميلاد. الطرطور اللي احنا بنحب نلبسه ده ونلعب بيه عبارة عن شكل مجسم اللي هو اسمه مخروط. وفي ايه كمان؟ عارفين يا ولاد ده لما بناكل الايس كريم البسكوتة بتاعتها دي بتكون على شكل مخروط. وكمان عندنا بنشوف في الشوارع بتاعتنا اقماع كده موجودة في الارض بتستخدم في المرور، دي عبارة عن شكل ايه؟ مخروط. برافو عليكم. يلا بينا مع بعض حبايبي نشوف التمارين على الدرس الجميل بتاعنا ده. بيقول لي التمرين عنوانه بعنوان افطر. يلا بينا مع بعض. بيقول لي في متوازي المستطيلات كل وجه على شكل، طبعا احنا لسه قايلينها ولسه مفسرين كل شكل لوحده. كل شكل في المتوازي على شكل ايه؟ كل وجه من اوجهه على شكل دائرة ولا مستطيل ولا مربع. طبعا متوازي المستطيلات بين من اسمها كل وجه على شكل مستطيل. في المكعب كل وجه على شكل مربع دائرة مستطيل. هيا يا ولاد افتكر معايا المكعب زي المكعبات اللي انت بتلعب بيها بيكون كل وجه فيها على شكل ايه؟ مربع. برافو عليكم.
يلا بينا حبايبي. وسؤال اكتشف، ها يلا نكتشف مع بعض كده ونشوف السؤال الجميل بتاعنا بيقول لي ايه. من الرسم اكمل، انا عندي طبعا رسمه جميله عباره عن ايه، منزل او بيت، ها وبيتكون من ايه، بيتكون مجموعه من ايه، من الاشكال التي امامي اللي عايز يحصر عددها. عايز يشوف كم دائرة قدامي. يلا نعد كده مع بعض، 1 2 3 اللي هي باللون الأسود، يبقى 3 دوائر. ها عايز ايه تاني؟ طالب مني المثلث، عشان كده بقولك لازم نحفظ كل شكل باسمه. المثلث يا ترى مين اللي يدور معايا؟ في عندي كم مثلث؟ 1 فوق يا ميس اهو، يبقى عندي مثلث 1. يلا بينا نشوف الشكل اللي وراه، بيقول لي المستطيل. تعالى كده نعد مع بعض، في عندي كم مستطيل؟ ده هو 1 بس يا ميس باللون الاصفر، برافو عليك. يلا بينا كده اخر حاجه، بيقول لي المربع. يلا بينا نعد كده مع بعض، عندي كم مربع؟ يلا عد معايا، 1 2 3، والمربع الكبير يبقى كده 4 مربعات عندي. يلا نشوف التمرين اللي بعده، صل حسب الشكل المناسب. صل حسب الشكل المناسب. عندي صورة النافذة دي يا ولاد، ها، وبعد كده عندي صورة ساعة، وعندي صورة الرشاء أو الأداة اللي بنستخدمها في تعليق الملابس اللي هي علاقة الملابس. طيب تعال نشوف كده العمود الآخر، عندي دائرة ومثلث ومستطيل. يلا بينا نوصل كل شكل ايه بالحاجة اللي شبهه. يلا كده مع بعض، عندي يا اولاد النافذة بتشبه ايه؟ بتشبه المستطيل، برافو عليك. يبقى تعالى عند المستطيل ونكتب ايه الرقم بتاعها اللي هي رقم ايه؟ 1، برافو. طيب يلا نشوف المنبه، شبه الدائرة كتبنا عنده رقم ايه؟ 2. اما الشكل الثالث بيشبه ايه؟ المثلث، يبقى رقم 3. وصلنا يا سنة أولى للسؤال الثالث من أسئلة المتفوقين، وده آخر سؤال معايا، يا رب كده نحله كلنا ونبقى إيه من المتفوقين. بيقول لي اختر الشكل الذي له قاعدتان على شكل دائرة. يا ترى أنهي شكل يا سنة أولى؟ فكر معايا كده، أنا جايبة لك السؤال ده فيه نسبة ذكاء شوية للي كان مركز في الفيديو. إيه الشكل اللي عندي اللي ليه قاعدتان على شكل دائرة؟ فكر معايا، هو الكرة ولا المخروط ولا الاسطوانة؟ مستنية اجابتك في التعليقات. وبكده يا سنة أولى يكون انتهى الفيديو بتاعي، بتمنى ان هو يكون اعجبكم، واشوفكم في فيديو اخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.